بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا يعني أخويا وصديقي من زمان الحاج محمد مصلحي، وأنا يمكن عايز أبتدي كلامي قبل ما أشكركم وأشكر كل السادة الحضور، لأن أنا طبعا دلوقتي بالتجمع الموجود دوت وفي وجوه كمان نجوم، أنا شرفت أن أنا ألعب معاهم، وبالنسبة لنا نجوم كبار جدا جدا، فأنا سعيد جدا أنا شايفهم النهاردة موجودين. الحاج محمد الحقيقة يمكن زي ما قال كده من 86 أو 87 التقينا مع بعض، وكان حبه لنادي الاتحاد بيتكلم بأحلام كتير عن نادي الاتحاد، فالأمر دوت خلاني ساعتها أشوف أن الحب ده لازم يترجم لعمل، يترجم لعمل أنه بيتقدم ويروح يشوف يعني يقدر يساعد ازاي بالنسبة لنادي الاتحاد، وتولى الرئاسة اكتر من مرة. اعتقد ان هو جواه احلام كتير جدا، كل اللي انا اتمناه ان هو الاحلام دي عشان تترجم محتاجة معاونة من الاعضاء، معاونة من الجماهير، معاونة من اللعيبة القدامى، معاونة من اللاعبين الحاليين، ازاي كلهم يمشوا في اتجاه واحد علشان يحققوا مصلحة نادي كبير قوي والنادي ذو شعبية ضخمة جدا كلنا بنحبه اللي هو نادي الاتحاد. أنا يمكن من فترة كان عاوزني أكون موجود ويعني دعوة ورا التانية، بس قلنا لما تيجي الظروف، فالحمد لله دلوقتي الدعوة دي بشكره جدا عليها، وفي نفس الوقت منتظرين إن شاء الله إن هو ومجلس إدارته واللعيبة القدامى يشرفونا في النادي الأهلي، لأن إحنا لازم يا جماعة الرياضة دي ليها مفاهيم مختلفة. مفهوم الرياضة ان احنا ازاي نتقرب، الرياضة بتقربنا مش بتبعدنا، الرياضة دي بتبقى وسيلة لتقارب الشعوب نفسها مش شعب واحد. فالرياضة ليها دور مهم جدا ودور سامي جدا في خلق اجيال جديدة، الاجيال الجديدة دي ازاي تكون اجيال ذو روح رياضية، ذو مواصفات واخلاقيات، يتنافسوا بشرف واكسب واخسر واتعادل وابقى زعلان على فرقتي، لكن ده ما يوصلناش ابدا لتناحر، ويوصلناش ابدا لندي صوره غير طيبه لعامه اولادنا واجيالنا كتيره كبيره اللي جايه ان شاء الله او الصغيره طالعه ان شاء الله. نادي الاتحاد انا بشكركم جدا جدا على التجمع دوت، وان شاء الله نكون نسعى دايما كذا ربنا اراد سبحانه وتعالى ان احنا نكون في مركز او مراكز يعني قياديه في انديه رياضيه كبيره ذو شعبيه. مطلوب مننا او مسؤولياتنا كبيره جدا جدا تجاه بلدنا، تجاه القياده السياسيه بتاعتنا واتجاهات الدوله بتاعتنا، ازاي احنا نكون داعمين لدوت من خلال عملنا، من خلال الرياضه، ازاي يكون لنا دور في دعم اتجاهات الدوله والقياده السياسيه بتاعت الدوله برئاسة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازاي نمشي في اتجاه كل واحد في دوره، كل واحد في بلدنا يقوم بدوره في اتجاه تقدم البلد، في اتجاه رفعة البلد. احنا الرياضة لنا دور مهم جدا، لان احنا بنخاطب شرائح كتير من المجتمع. هو ده المايك اللي هو بيتكلم فيه، وسيبني انا مايك بايظ. فالشرايح اللي احنا بنخاطبها دي الناشئ الصغير 5 سنين وست سنين لغايه اولاد وبنات لغايه الفريق الاول، مجتمع كبير من اعضاء الانديه الرياضيه، ازاي القياده الرياضيه اللي موجوده تكون نموذج لدفع هذه العجله الرياضيه، ده الاتجاه اللي انا بقصده، ازاي هنمشي بهذا الشكل. نادي الاتحاد الحمد لله النهارده انا شايف نادي الحقيقه يعني هايل مريح، حتى اول ما دخلنا كده في راحه نفسيه، في استعدادات كويسه جدا، في 8 فدادين لسه جايين كمان جنب النادي، اعتقد ان شاء الله هيكونوا امتداد وهيكونوا يسعد بيه كل اعضاء نادي الاتحاد للافكار برضو اللي هو بيقولها لي دلوقتي واحنا ماشيين، عايز يعمل كذا وعايز يعمل سباحه وعايز يعمل صاله وعايز يعمل يعني قدامه حاجه، بس هو عايز المساحه حكمه. النادي اللي انا بحبه بصراحه نادي الشاطبي، يعني انا بروح ده بالنسبه لي، خلي بالكم مثلا من ضمن الحاجات، كنت بعد ما بطلت كوره
كنت باجي اسكندريه باخد العربيه انا اللي سايق يعني، واروح امشي عند نادي الاتحاد لان انا بحب المكان ده. مكان الحقيقه كنا بقى طبعا منافسات كثيره جدا فيه يعني. فالانديه الكبيره والانديه الشعبيه اللي موجوده في مصر عليها مسؤوليات كبيره وعليها دور كبير لرفعه بلدنا الحبيبه باذن الله. بشكركم جدا ومنتظر يكون عندنا ان شاء الله الزياره قريبه من الحاج محمد للنادي الاهلي وكل الساده الحضور يعني. اشكركم جدا والسلام عليكم. طبعا انا يعني كلام